مساكم الله بالخير والعافيه، التقيكم اليوم بحلقه جديده وشغل جديد، واكيد وياي الضيف شيف بكر. اكيد اليوم راح يسوي لنا اطيب بقلاوه تركيه. شلونك شيف؟ حياك الله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. شلونكم؟ ماشي الحمد لله. شلون صحتك؟ الله يوفقك. يا رب يخليك. اكيد اليوم راح نشتغل، احنا شيف راح يشتغل البقلاوه التركيه، وانا راح اشتغل على صفحه رز بلحم او تمن بلحم ويا جزر وهالمواضيع، بس تحم مثلوم. خلينا نشوف اول شيء مقادير البقلاوه عمود يبلش بها الشيف، وراها انا ابدي. هاي المقادير اللي عندي: الطحين راح يكون 3 كوب، ودهن حر ملعقه كوب، السكر راح يكون عندي ملعقه كوب، والملح ملعقه كوب، وحليب باودر ملعقه طعام، والمي ربع كوب. راح يكون عندي دهن حر 200 جرام، وراح يكون فستق حلبي 300 جرام. الشيره راح تكون 3 سكر، راح يكون مي كوب ونص. اوكي، هنا عندنا التمن جورجيه كذا راح نشتغل بيه، والطحين جورجيه، وهنا الدهن موجود عندنا الحر والطحين والفستق الحلبي، كذلك النشا موجود، وعندنا هنا الفستق المطحون، وكذلك هنا السكر موجود، والحليب والملح والشيبك. هذا الخشب راح يشتغل بيه الشيف، صح؟ اشتغل بغير شيبك؟ لا بلاش. اوكي، ناخذ مقادير الرز عمود، بنبلش اثنيناتنا شغل اليوم. اي بالضبط. هنا 1 كيلوغرام رز جورجيه اكيد، والجزر مقطع راح يكون عندنا 1 كيلوغرام او نص او 3 ارباع حسب الرغبه، لحم مفروم راح يكون نص كيلوغرام، والبصل 2، بهارات برياني ملعقه كوب، ودارسين وكركم والملح. اوكي، قبل كل شيء عندنا سؤال البرنامج، والارقام راح تظهر بعد قليل اسفل الشاشه، اللي هو مين جت تسميه بقلاوه؟ صح شيف؟ هذا سؤالنا اليوم. من جت تسمية بقلاوة؟ ننتظر إجاباتكم بالاتصال، بالأرقام راح تظهر أسفل الشاشة بعد قليل. على مود باكر نسوي السحبة على المجموعة الكاملة من منتجات جورجية اللي تقدم لناها شركة جورجية، بالإضافة لرعاية البرنامج الخاص بها، كذلك الحلول الخشبية. نشكرهم على الشغل الحلو اللي سوناه. يعني يلا نسمي. بسم الله شيف. بسم الله. بلش اشتغل انت، خلاص عندك العجانة. أني هاي عجلنا بيها قبل شوية، الحين واقع عليها اعتيادي. تمام. اوكي. هي الشيف عفوا. انت ما متعلم على، متعلم على عجلات كبار، ما تصرف عندك. اكيد. اوكي. هذا هنا راح نبدي يعجن الشيف، اشتغل براحتك شيف، هاي مشتغلة. شو تخلي أول شيء؟ نضيف الطحين. طحين، اوكي. بس جفوف اوكي، هاي جفوف اذا تريد حبيبي شيف، جفوف براحتك. نخلي الطحين اول شيء. تمام. اوكي، ننتظر اجاباتكم اكيد على معنى كلمه بقلاوه او منين جت تسميتها، بالارقام اللي راح تظهر اسفل الشاشه. اوكي، نخلي الطحين اول، نضيف الحليب. حليب. العجينه التركيه تختلف عن عجينتنا العراقيه. اكيد. بايش اختلافها شيف؟ يعني بالحليب والسكر. ها، الحليب والسكر. السكر. زين؟ تمام. خلي الشكر. خلي الشكر. براحتك. اوكي. خليناها. طيب. شيف خذ راحتك انت، هذا مطبخ اليوم، ماني ضيف. تمام تمام. اوكي قلبي. تمام. اي هسه نجيب المي. المي، ايش قد نحتاج مي؟ كوب ونص. كوب ونص مي. خلي اقيس الكيله، يلا هات وشتك هاي، خليها يمك شيف. تمام. عمود تقيس بيها. هاي لما قيس لهم كوب ونص على مود شوف شلون الارقام اسفل الشاشه. اللي يحب يخابرنا ويسولف على موضوع بقلاوه ومن جت هاي التسميه، لان عندنا احنا باكر راح تكون القرعه على كل الاسماء اللي جاوبت الاجابات الصحيحه. اوكي، شغل هسه شيف. تمام. اوكي، حط
الطحين اللي استخدمته جورجيا صح؟ جورجيا. اوكي تنصح به بدون مجامله، احكي لي الشغله مو لان احنا شركه ما في رعايه، لان انا حقيقه جربت الرز اللي عندي وكان كلش فاخر شغله. تمام. نوعيه فاخره وتمام الجورجيا. حلو. خلي ابدي اطبخ اني وانت خذ راحتك هم اشتغل. تمام. خلي الزيت اول شيء. تمام. الزيت. شيف ينطفيها؟ اي قلبي. مثل لما العجينه. تحتاج لها مي بعد؟ تمام. يلا بين ما تفرغ انت انا اجيب سكينه. اوكي نار. خلينا حذفها حذفها ولا اوكي هذا تمن جورجيا اللي يوميا نشتغل به وهذا مقدار 900 جرام اللي دائما انصح باستخدامه. شوف انت اشتغل براحتك ابويا انت. لا ما يحتاج للتعديل اعتيادي اذا تريد منه. انت كان مصر فك تعجان اي مصر عجانة كبيره ام الخمسين. اي بالضبط. هنا نغسل التمن هنا. اوكي نصفي المي مالته اول مره. اوكي ثواني. عندنا هدى من الموصل. شلونك يا هدى؟ علينا وعليك ربي يخليك الله اكرم. شلونكم؟ الله يخليك يطول عمرك. الله يخليك ويسلمك. شكرا لك. بالنسبه للسؤال اي اكل بقلاوه من تركي انت من العثمانيين. زين ليش سموها بقلاوه؟ والله من اصلها يعني من البقوليات يعني يدخل بيها الفستق السوداني. اقفي لي فستق مو بقوليات فستق يعتبر من المكسرات. ايه هو اسمه الفول السوداني يعني الفول السوداني العفو فستق السوداني يعني أوكي. من أوكي. ضمن البقوليات او المكسرات. اوكي شكرا لك ولاتصالك ممنون. الله يكرمك. ممنون ابويا. ها شيف وين وصلنا؟ طلعتي عجينه سخنت العجينه خلاص العجينه تمام. تصير لينه لو تصير قويه فهموا من يعني شويه بيها قوه شويه بيها قوه على مو شويه تنفش عندك بالفرن. اها حلو تصعد البقلاوه. حلو هسه هاي كملت معدها عجانه اشيلها؟ اي تمام. انت هناك العجان شغلها هم تشيلوها؟ لا دفني يلا هاي خلصت عندنا العجانه خليها هنا على الطبله. بس نبدأ نقطع العجين. قطعها على أي أساس؟ يعني على الأوزان مثلاً؟ لا مو بدون أوزان. بدون أوزان. بدون قسمها أوزان. العجينة ثلاث أقسام. أقسمها ثلاث أقسام. زين. أخليها مردينها أخليها شوية يعني شو ترتاح. أمردينها. يعني شلون؟ يعني هسه أشوفك إياها. سلابس شفوف يعني. انزل انزل شوف اعتيادي اعتيادي. هنا الشغل إذا تحتاج إنه تنزل شوف انزلها براحتك. هاي يعني مردنتها؟ إي. يعني إذا سويت سوي كان يكون مردنها؟ طبعا انا مو شويه تذب روحها. والله مردن حلو اني بطل مال مردان اني. اوكي خلي نخلي شويه ملح واكيد قرجيه. هسه نبدي نخلي التوابل وبعدين على الصفحة نسوي اللحم. شو نخلي؟ كركم. شوية دارسين. شوية بهارات برياني.
نسولف يا حبيبي، شو نسوي هسه؟ شو ترتاح بروحها على مود ما طاحت. بس احنا مرضناه. ايه بطل العالم بنت مرضناني. بطل العالم. قلبي. شيف بكر البطل. شيف حياك الله حبيبي. حيا الله اصلك، سولف لي شيف بما ترتاح العجينه، شلون بديت هاي الصنعه؟ شلون قدرت تختار هاي المصلحه؟ نعرفها من يعني هسه انا ايش قصة اللي اشتغل؟ صح افتح البقلاوه واشتغلها، بس شغلكم انتم ككميات كبيره يكون شلون دخلت هذا المجال ويعتبر هو انا اعتبره مجال صعب، يعني مو سهل. انا حبيت هذا. حبيت. ابوك، اخوانك، اهلك؟ والله خالي. خالك. خالي. تحياتنا لخالك. الله يسلمك. اكيد اللي هو علمك، بديت تتعلم وياه؟ تعلمت من عنده مصلحه. كان عصبي عليه؟ يعني شويه. شنو شويه؟ لا هوايه. يعني بس هو علمني مصلحه يعني خلاني احبها. بالضبط، الاسطوات دائما القدماء الاسطوات يعلمون دائما. اكيد اكيد. تحياتنا لك ولخالك. خلينا نشوف عندنا اتصال من عندي. عدنان شلونك؟ الله يسلمك. شلون اخبارك؟ والله الحمد لله. الله محيه للموصل وكل وين المجموعه والعربي والميثاق والاربكيه والخضراء والدواسه وكل الموصل. الله يسلمك. الله يعافيك. قلبي قلبي. امر. اريد اسوي شاورما خضراء دجاج وما اعرف. شاورما ايش بيها؟ اريد اسوي شاورما قدر ما دجاج ما اعرف شلون اسويها. تؤمر عدنان. عفوا عدنان، اهم شيء عندك بالشاورما جيب دجاجه وسحبها كلها، اوكي؟ لان صدر الدجاج يكون عندك ناشف، فالمفروض يكون بين الافخاذ بين الصدر. شلون تخمرها؟ عصره حامض، بابريكا، البهارات مال قص دجاج اذا تحبها، شويه انا اخيلها كركو، شويه كاري عفوا على مود تكون كشون الشغل السوري، وشويه خليلها كل التوابل الموجوده بالشاورما دجاج. عندنا فلفل ابيض، عندنا شويه ثوم، عندنا شويه هيل، عندنا دارسين، كل هالمواضيع. وراها تخمرها اقل شيء 4-5 ساعات، وبعدين سويها بالطاوه وبالصحه والعافيه. الله يعافيك. عمري عمري. انا عندي حلقه موجوده الشاورما دجاج، انا مسويها على اليوتيوب، وتقدر تشوف الحلقه كلها. وبخدمتك انا ابويا، وسلامنا لكل اهلنا بالموصل. اوكي هسه نشوف شيف بكر لي وين وصل. هسه ايش راح اسوي؟ اقطع العجين. اتقطع على هم على اوزان لو على الشكل يعني على الشكل على الحجم اللي تشوفه انت. على الحجم. اوكي بس هاي الاوزان كم وحده لازم تطلع عندك؟ مال 16 17. اذا يعني كل مردونيه نطلعها 4. اي صح؟ اي اكيد. ام ملاك من كربلاء، شلونك يا ام ملاك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ ليش تبكي؟ ليش؟ تعال تعال. ليش دايبكي؟ الو الو ام ملاك شلونك؟ اقول ايش طفل ليش دايبكي؟ ام ملاك ام ملاك اسمعيني، ان الموبايل مو من التلفزيون اختي. الو. اوكي شكرا لاتصالك. شباب ناخذ مقادير البقلاوه مره لاخ ولا زحم عليكم.
اوكي هسه رجعنا الشيف من المقادير. هسه ايش راح نسوي؟ هسه ندير لها نشا. اوكي انا مو شيمي لزق بشي. زين شيف انت ماخذ الميس كله، روح شوي لي غدا تمام. مو وضع يا شيف. هاي كملت شيف. لا على راسي. يلا سلم راسك. شوف شيف. اوكي هسه ايش راح نسوي بالبطيء يعني على مود يفتهمون منك المشاهدين. هسه جاي ندوس بيها احنا بالضبط، هم نخليها ترتاح. اوكي 10 دقائق 5 دقائق هاي كل اثنين سوا نجمعهم. هاي هسه 4 4 تمام. يعني كل مردونيه صارت سوا مو اي تمام. اوكي عند اتصال ام زهراء. السلام عليكم. اهلا ام زهراء، شلونك؟ شلونك انت؟ شلون صحتك شخبارك؟ الحمد لله الحمد لله بخير. الله يخليك. انا بالنسبه للسؤال اي بالنسبه للتركي اسمه تركي. زين ليش سموها بقلاوه؟ نسبه الى زوجة السلطان. شبيها زوجة السلطان كانت؟ اسمها بقلاوه وسموها على اسمها. ها اوكي اكفي لي. شو مسوي فطور اليوم؟ والله فاصوليا وتمن. تخبل تخبل فاصوليا تمن. اوكي شكرا لك ولاتصالك اختي العزيزه، ممنون منك. اوكي نخلي شويه زيت هنا. تحياتنا لاخونا المصور علي ثائر اللي يسلم على كل المتصلين دائما، تحياتهم لك اكيد. شكرا لك يا علاوي. هنا هذا البصل صار عندنا جاهز، الزيت خليناه هنا، نجيب اللحم. خليه هنا اللحم. شايف ايش قد نخليها بعد ما نخليها بالنشا ونضغطها، ايش قد نخليها ترتاح؟ 10 دقائق. 10 دقائق؟ 10 الى 5 دقائق. اوكي احنا صينيتنا جاهزه صح؟ تمام. اوكي ابدي اذوب لك الدهن بالمايكرو؟ لا بعد. بعد؟ اي. اوكي. هسه شو نخلي؟ شويه فلفل اسود للحم. منى شلونك يا منى؟ الله يسلمك ويخليك. شلون اخبارك؟ الله يخليك علينا وعليكم، شلون اخبارك؟ الحمد لله تمام تمام. الله يعطيكم الصحة والعافية. سولفي لي قبل الجواب. نعم. شنو اليوم مسويين فطور؟ ايش راح تسوون؟ والله ان شاء الله نسوي شو دجاج حمراء. تمن ابيض. تمن ابيض وبعد شنو؟ وشو دجاج حمراء. اها. اي. بالعافية. وياها كباب وزلافة. ألفين عافية ألفين عافية، صيام مقبول إن شاء الله يا رب العالمين. أجمعين أجمعين. الله يرضى عليك. سولفينا شنو موضوع البقلاوة وش تعرفين عنها وعن تاريخها؟ البقلاوة هي أساس كلمة عثمانية. زين. وأطلقوها على اسم لاوة لأن زوجة الوالي. زوجة الوالي. شنو كان بيها وسماها بقلاوة؟ كانت نحيفة. كانت نحيفة. أها. أي و عملت اكله زين سمت من وراها ولانه سمت صار كلام عليها من فنينه فنينه زين سويت وكلتهم للكل. اي قاموا يعطون كله وكلهم قاموا يصوروا يديك اللاوه على اسمها. ها شكرا جزيلا لك لاتصالك وممنون على هالمعلومات القيمه. شكرا لك وبالتاكيد ما ننسى انه الهديه مقدمه من شركه جورجيا اللي هي عباره عن كيس تمن وعن عن خل اجيب لكم اياها كيس التمن بس مو هذا، هذا اخوهم هذا اخوهم الوسطاني، اخوهم الصغير طبخناه وذاك اخوهم العود الكبير. نا هذا اخوهم الوسطاني، لا احنا نعطيكم اخوهم الكبير ونعطيكم شاي كذلك وما ننسى كذلك شركه الحلول الخشبيه اللي تقدم لنا هالمطبخ والشغل الحلو دائما. واليوم استخدمنا اكيد الطحين الجورجيه. عند اتصال وسام شلونك؟ شلونك قلبي؟ شلونك تاج راسي شخبارك؟ الحمد
الحمد لله، شو اخبارك انت؟ الله يرضى عليك ويخليك يا طيب. جهال ان شاء الله. عمري عمري انت فدوى روح الوجه. انت منور والله، منور ان شاء الله. انت المنور، انت المنور يا طيب. شو اخبارك؟ قلبي انت شكو ماكو؟ والله كل شيء مطران ان شاء الله وشابك وعدني يعني. على شنو؟ على الشغل. اي والله العظيم تعرف باوع. على مود تفهم، احنا مجال عملنا مطاعم وفنادق، صح لو لا؟ صحيح. حاليا بسبب رمضان وبسبب موضوع الحظر اللي موجود، صدقني حتى احنا حاليا شغلنا ما دا نروح امانه يا وسام. بس مجرد انه ينتهي موضوع الحظر وينتهي موضوع رمضان، صدقني هاي عيني وهاي عيني اعتبر نفسك مشتغل. الله يسلمك. اوكي ابويا خادم وممنون والله. انا بحط رقم الولد بالطاقه. اي اي اخذت الرقم عمري، انت اخذت الرقم ابويا انت. بس صدقني لان هنا تصوير وعندي شغل لاخ فمدى لحق، بس انت اعتبر نفسك امانه، انت موضوعك مشتغل بس يخلص هالموضوع. على عيني وعلى راسي. اوكي يلا نبلش شيف. نبلش شيف. خلي اليوم نشوف الشيف ايش راح يسوي. شيفنا انت اشتغل براحتك، مالك علاقه بي. تمام شيف. احنا هاي اليوم الصينيه صغيره، فمن الممكن انه ام البيت تفتحها بالشيبك، مو بالفحل او النشاب مالتها. اي اي تمام، صح لو لا؟ بالشيبك. اوكي اول ما تبدي بيها شيف، لان يعني تعرف هم الناس مو متمرسين مثلي ومثلك عارفين على هالموضوع، ابدي لهم من البدايه. هسه انت شريت واحده لو اثنين؟ شريت واحده. واحده بس؟ واحدة. عجينه واحده. واحده. اوكي ايش بدنا نسوي لها؟ نفتحها اشيابقها، مو افتحها اشيابق. ليش يعني ليش مو تفتحها؟ خليها شويه ترتاح. أنت ترتاح بعد. بالضبط يعني تفتح عشان من نشتغل الصاج احنا دائما بالشكل هذا. اي اوكي النشا ضروري جدا على مود ما تشلب شيء بشيء، صح؟ اي اكيد. بالضبط هاي هسه فتحنا صاروا اثنين. اي واحنا ما رد اغششكم، واحنا مخلصين واحده، احنا مخلصين واحده. شايف مكملها كلها، بس احنا دريد تشوفون كل المراحل اللي تمر بها البقلاوة على مود تسووها براحتكم. نستفاد من خبرة شيف بكر اليوم، اليوم موجود ويانا. اوكي قصفة تخبر شوية جيمر هاي بنصها شيف؟ اكيد مالك علاقة. اوكي نعم اليوم كملنا هسه اللحم ميلاد من بغداد. شلونك يا ميلاد؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام، شلون اخبارك؟ الحمد لله على الله بخير. احنا بخير. الله يرضى عليك ويخليك. شلون صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. الله يخليك، يستاهل الحمد. جاوبيني شنو السؤال اليوم مالتنا، عرفتي اجابته؟ اي نعم اي. هي ترجع تسميتها الى ارث عثماني. زين. او اشوري الاصل. اها ايه زين، بس بالاصل هي جذورها جزائريه. هسه اوقفي، هسه احنا عثماني بعدين جينا اشوري، اذا تحكينا فاحنا حضارتنا الاشوريه هي اقدم من العثمانيه. اي احنا 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 هو اصل العالم كله. زين. اي بعدها يجي عندنا العثمانيه، وبعدين انه هي من اصول جزائريه تقولي. اي نعم. اوكي شكرا لك يا ميلاد وشكرا لاتصالك. ما صار عندنا اللحم والبصل جاهز، ايش عندنا؟ نضيف الجزر. لا تلحق لا متلحق على الله. طبعا تحياتنا لكل اللي يتصلون، تحيات حبيبنا اخونا المصور علي ثائر اللي دائما يحييهم من بعيد. تحياتنا لك، تحيات كل المتصلين لك يا حبيبي واخونا عدي فوزي وكل اللي موجودين يعني. نرجع هم شويه، عندنا بقى فلفل اسود وشويه بقى عندنا دارسين. نا نبدي نسهيهم. هذا التمن في لبنان يسموه رز خروف، لان دائما يستخدمون به هالمواضيع ويستخدمون وياه اما اللوز اما الصنوبر، ويصير بهالشكل هذا الى تسميات هوايه. هو مو تاتشينا، تاتشينا نسوي احنا بقطع لحم كبار شويه. خلينا نشوف شيفنا شخباره هنا ايش دا يسوي.
شايف نفسه مستمر على نفس النمط. تمام. نفتح ونخلع. اي. سنعوفها مرتين خمس دقائق هم ترتاح. حلو. نجي نشابكهن وحده وحده. بالتاكيد انه اذا فتحناها هسه راح تبدي تتمزق عندنا. تتمزق وتلم. شايف ايش قد وزن الشنقه بالضبط نقول؟ قد 50 غرام. هاي بالنسبه لهاي صينيتنا. 50 غرام نقول؟ اي تقريبا. اوكي 40 غرام 50 غرام 30 شوفني خير اوقف عدنا بين 50 بين 40 راح يكون عندنا الشنقه مالتنا على مود تعرفون لما سووها نحتاج 16 طبقه صح شيف اي تمام 16 طبقه انه شيف بكر يقول انه كل واحده تكون على وزن 50 او 40 غرام ونبدي نفتحهم اول شيء هسه ايش راح نسوي قياس الطاوله يكون 40 30 ب 30 او 25 25 قياس هذا ال 40 او 50 عجينه بالضبط اذا عندنا الصينيه ايش قد الصينيه 25 25 25 25 فنسوي القياس اللي عندنا هنا على 40 او 50 جرام هسه هم نتركها ترتاح شويه شيف تمام وعلى هنا شوف تمنا شو اخباره بدا يستوي التمن عندنا عندي اتصال شباب اوكي طبعا الارقام راح تظهر لكم بعد قليل اسفل الشاشه اللي يحب يتصل اوكي تتغطى لازم بعد ما هسه احنا اول مرحله سوينا مردناها صح؟ اي وراها سوينا بدينا قطعنا قطع صغار على 40 او 50 جرام تمام وراها فتحناها قطع صغار نقول بهالحجم هذا بعدين بدينا فتحنا هالمرحله يعني هسه هاي المرحله الرابعه احنا وصلنا هسه المرحله الرابعه هسه عندنا المرحله شنو؟ الخامسه النهائيه الخامسه النهائيه اي اوكي يلا بلش بيها شيف لو بعد بعد شوي ننتظر عندي اتصال الو ام ياسر شلونك؟ شلونك كيف شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ اخبارك الله يسلمك شلون اهلنا بكربلاء؟ اي والله انا شارك دائما وياكم على راسي شلون اهلنا بكربلاء؟ والله الحمد لله بخير يسلمون علي الحمد لله والشكر سلامنا الى كل اهلنا بكربلاء ودائما لا تنسونا بالدعاء واصل واصل شكرا اريس سولفي على صوتك الحلوه تؤمرين اختي العزيزه تؤمرين امر رحم الله بالنسبه لجواب السؤال زين شنو الجواب؟ اي البقلاوه كانت بزمن الاتراك زين اي سلطانه زمن الاتراك كانوا صنعوها اي منو صنعها اول واحد؟ شلون صنعوها؟ السلطان التركي هو اول واحد من يعني اكلها زين اي صارت التسميه عن طريق زوجته طلب منها يعني حلاوه زين سوت له بقلاوه اوكي شكرا لك. هو اجاب الطعم واكراما انها سماها بقلاوه على اسم زوجته. اها شكرا لك يا ام ياسر وتحياتنا لك، شكرا لاتصالك. اوكي. بما انه جنابك بعدك منتظر خليه بدل السكينه ثواني شباب. ونبدي هنا نغسل التخته اول شيء. شلونك يا ساره؟ مساء الخير والعافيه مساء النور الله يخليك ابويا ايش اخبارك الحمد لله رمضان كريم عليك. علينا وعليكم الله اكرم ممنون منك من هاي البقلاوه الحلوه شو احنا ما صار عندنا هيك شوفوا هسه شوف راح اسويها واعلمكم شلون تسويها هيك سوينا كنا امهات بيوت بابا يقولوا لك انه علمنا الطريقه انه تطلع نفس الشكل تمام اوكي ومو بس هالمره نوصل مرحله مرت الاخ والمرات القادمه كلها راح يكون وياها الشيف بكر وراح يكون ويانا اي شيء تحتاجوه من عنده اكيد راح يعلم الكل ان شاء الله عيني اختي شنو الجواب هي يعني اول ما سواها الاشوريين اها اي يعني احنا دائما والله انا اتمنى الاشوريين انا شويه عنصري احب الاشوريين وكل دائما السريانيين دول اصول العراق نقول عثمانيه ان شاء الله اوكي عثمانيه شكرا لك ولاتصالك اوكي ثواني بدل شفوفنا اللي كان بيها البصل عم يساعدنا الجاجيك بيه بصل اوكي عندي اتصال منو؟ سلمى شلونك؟ شلونك يا سلمى؟ من بغداد منو؟
سلمى قاسم. شلونك؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله طيب. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم الله يخليك. وانت ما تعرف البرنامج وياك فيه؟ اكيد نتشرف بمشاركتك. ممكن السؤال مين؟ السؤال انه موضوع البقلاوه منين جتي ومنو اول من سواها؟ هي اكلة هي اكلة اوكلاني سماها نسبة الى زوجة الوالي لالا. اها هذا صحيح؟ اوكي زين. سالفينا انه يوم شنو فطورك؟ والله اليوم انا عندي فطور وعندنا ضيف كله. صحة وعافية يا رب وصيام مقبول ان شاء الله. صيام مقبول. اوكي شكرا لك ولاتصالك ممنون. اوكي يلا خلينا ناخذ مقادير الصلاه. يلا خلينا نشوفها ونقراها سوا. اوكي طبعا هو اسمه ساسيك اصلا بس احنا ناسي احنا الجاجيك. هو خيار ولبن راح يكون عندنا نعناع وملح راح يكون عندنا رشه وزيت وزيت الزيتون. نبدي اليوم راح نسوي التقطيع مالته يكون جوليان. طبعا دا اخره مع صفحه عمود لي وقع منا ومنا نقطعهم بهالشكل هذا. بالشكل هذا نقطعهم. اوكي عندي اتصال من العراق. اوكي مرود شلونك؟ هلا عيني شلونك يا كيف؟ شلون اخبارك؟ الله يخليك. شلون الصحة؟ والله الحمد لله. طبعا انا سويت الكبة الموصلية مال ذاك اليوم اللي سويتها انت عاشت ايدك تخبل. الفين صحة وعافية. الله يخليك. الفين صحة وعافية. وبعد شو مجربة من المقادير اللي طيناها؟ بس سؤال ايه؟ الحشو مال الكبة الموصلية ايه؟ يصير لك اسويها كبة هي مال الجريش احشي بيها؟ لا تدرين ليش؟ لان كبة الجريش شوية بيها شلون نقول بيها سمك مو مثل الكبة الموصلية اللي تكون كلها مستوية. فيفضل انه يكون مستوي يعني عندكم يكون اللحم مستوي. اوكي اي صحيح. وبعدين استغليه. سؤال اي امر. اي هو هي مرت السلطان سوت بقلاوة اي هي فانعجب بيها زين فعلى مود يعني على اسم زوجته تكريم لها سماها بقلاوة. هو يقدر ما يدللها؟ هو يقدر ما يسميها على اسمها غير ما تخليه سلطان بعد؟ اي طبعا غير مر السلطان. طبعا هي حتى لو مر السلطان اي واحده ما تخليه. على راسي اختي العزيزه شكرا لك ولاتصالك. ابويا انت وان شاء الله حنسوي ثمن الجزر اللي بدها تسوي. على راسي الفين عافيه ان شاء الله يا رب. الفين عافيه. اوكي هسه شو نسوي احنا؟ هنا نخلي الملح اول شيء. نخلي الملح هنا ورا نعوفه ينزل المي مال الجاجيك. هسه شيف سويت انت وانا ما ادري جاي نشي. هسه فتحتهم اكبر صح لو بايدك بعدني بيدي جاي نشيها على مشي ميت لازق بالضبط. يعني هسه الشيف دا يفتح بايده وبعدين يخلي لها نشي على مود شنو عمود ما تلزق واحده بالاخر. تمام على مود هسه نفتح بالشيف. اوكي تاخذ راحتكم مالكم علاقه بي. انا دا اشوف التمن هنا احنا شفناه ما شفناه هو مستوي بالوقت اللي نريده. اوكي هذا التمن صار جاهز. نشوف الشيف على مود يكمل شغله. عندنا بعد شيف تقريبا 15 دقيقه نلحق ان شاء الله. حتى لو هسه اليوم مثلا سوينا مرحله اولى إيه؟ اللي وصلنا لاهم شيء الفتح وبعدين ممكن انه نبدي مره ثانيه هم نجي ونكمل شغله عليه. ظل بالك بس ربع ساعه هاي خذها كلها لك. انا حروح في مال لا شرف. هاي الكاسه هنا ركز ويا الشيف على مود يكمل براحتك شيف انت اشتغل. شيف بس اذا تقدر تخلي تؤمر امر. تؤمر امر شيف. اشكرك حبيبي انت.
نخليه هنا. اللحم والجزر والبصل وهالمواضيع كلها استوت عندي. خلاص صارت كاملة. هاي صارت كاملة هنا انتهى موضوعها. هسه الشيف بدا ينشي بايده دا يسويهم. هسه كملت هنا. كمل هنا. هسه المرحلة القادمة شنو؟ نفتح بالشيبك. اوكي نفتح بالشيبك. تاخذ راحتك ابويا. الله عليك زين راح اجيك منه. هسه مهما ضغطت بيها ما راح تلزق صح؟ ابد. لان صار عندنا نشب بين قطعه وقطعه. اكيد. شوف شيف. عاشت ايدك يا بطل العالم. هم باعتبار انه صينيتنا صغيره، ليش يكبروها اكثر؟ شلون؟ يعني هسه عندنا صينيتنا 25. هسه القطر اللي صار عندنا بهذا العجينه راح الحين قص قالب وجه. راح ينقص قالب. اي وهذا يصير تحشار. ها حلو حلو. بينما الشيف يشتغل براحته. ثواني. احضر لك شنو؟ هاي. هذا الصيني؟ اي اوكي بس داخذ الجفوف وانت اشتغل براحتك. شيف يا حبيبي هذا الدهن يمك. اوكي الدهن. اوكي. شباب ناخذ المقادير مرة لاق بعد اذنكم. ناخذ الجاجيك وناخذ التمن. دام عندنا نعناع فريش هنا بعد ما يحتاج نستخدم الناشف. شوفوا الشيف شلون راح يقطع. خلينا نشوف الشيف شلون بده يقطع. ثواني هنا. خليه شايف هذا قبل شوي سالت فيه هذا كل التعشاه مالته. اوكي هذا التعشاه هنا. بس نشيل وجهه. اوكي بس ايش كم قطعه راح تشيل وايش كم طابق نقول احنا؟ ستة راح اشيل تقريبا الى خمسة. ستة الى خمسة. اي اوكي هذا نشيل اذن. هاي على صفحة خليتهم؟ على صفحة. أوكي. اكمل الحشوة. صارت شعر. هسه كم واحدة خلينا جوا؟ عشرة. عشرة. اي اوكي هسه عندنا 10 صاره وجوه. احنا ايش قد فاتحين؟ 16. 4 في 4 في 4 مو 16 فتحنا أو 12. لا 16. 16 فتحنا. اذا خلينا 10 فوق راح يصير 6 عندنا. اوكي وهي تبقى الحشوه مالته فوق اللي. حلو هسه هذا الخيار شوفوا بده يذب ميه. ليش خليت لاني هنا ملح؟ شوفوا الميه اللي نزل. هذا لو ينزل على اللبن راح يخفف لكم اللبن كلش. شوفوا المي هنا هذا كله ما راح نخليه يوقع باللبن ويخفف لنا اللبن. هسه شايف ايش بدك تحشي؟ فستق حلبي واحده واحده بدون اي اضافه. اضافه هيل
هيل فقط. اي هيل. اوكي الشكر راح يصير فوق الفستق. ايه شوف شنو عندنا. راح تدي هذا القصيت راح تدي تحشي بيه. حلو شوف شلون لي صفطة الشيف وحده وحده تنفتح وحده وحده. انا مدير البقلاوه تنفش عندنا. حلو تصعد البقلاوه بالفرن بطل العالم انت والله. شنو الشغل الحلو. الله يسلمك. الله يوفقك حبيبي. الله يسلمك شيء حبيبي قلبي انت. شوفوا هنا صار جاهز عندي. ما صار جاهز هسه بتشوي نصبه. هذا هنا نجيبه بعد اذنكم مخرجنا. خلينا هذا كمل. مخرجنا ممكن ناخذ دقيقتين اضافيه. مخرجنا اوكي انت لا بعد عندنا 8 دقائق بس لابد اخذ لك في 10 دقائق. اقول لك ممنون. لا تأمر احنا ممنونين منك بجيتك. الله يسلمك. شغلك انت مشغول ولحيت عليك صار 5 6 مرات. امر امر تأمر على راسي ابوي. بس ادري هذا شهر رمضان بعد الشغل. الله يتقبل شغل الحلو كله بهذا الشهر. اول شيء صيامك والله يوفقك بعملك يا رب. الله يوديك. هذه المواضيع مو اي واحد ينطيها الا الواثق من نفسه. الحمد لله. يجي يعرض شغله قدام الناس والناس تشوفه. الحمد لله. اوكي هسه هذا هم بي طبقات لو لا هيجد نشتغل يعني على يدك. شوف بس الفستق عندك تغطي هسه تلمس عجين. انت بس تغطي الفستق. اي بس تمام. يعني نقول السمك نص سنتيم ربع سنتيم. ربع سنتيم بدها ماتين بدها 6 طبقات 7 هماتين من العجين. قصات حلو. شوفوا يعني هذا القصة كلها من كبرناها كان حتى ما عندنا شيء يذب. بالضبط ما عندنا اي شيء يذب وصارت بهالشكل هذا. درجة حرارة الفرن 180 180 صح؟ تمام. اوكي اوكي هنا تم انها مجهز. خلينا هذه عم نشيلها منها. شباب الاخر مرة مخرجنا ناخذ المقادير بعد اذنك على البقلاوه على التمنجزر وعلى الدجاجي. اوكي شوف عندنا الوسط. شوف اوكي هاي بالوسط نقطعها. شفتوا سوى شيف عيد لهم يا شيف بعد اذنك. شيف ليش هاي القطعه بالوسط عم تقدر تقطع بعدها باقي البقلاوه. تمام
اوكي شوفوا قطعه بالنص قطعة صارت أفضل. قطعه وتخلوها هسه يصير عندنا البلش الوسط مالته سكينه مو سحب صدق سكينه مو سحب مو سحب اي بهالشكل هذا حلو هاي نعوف الدائره ونستمر هنا حلو بطل العالم المخرج ده يمدح بيك وبشغلك الله يسلمك والله مخرج حق المصدر صار له فتره طويله ويانا صار شيف الحمد لله قام يعرف المقادير ويعرف هاي كلها قام يعرفها تحياتنا لحبيبنا أليكس قلبي انت هنا خلينا نجيب معون شيء الشكل هذا تشوفون شلون يقطع الشيف وصدقوني نادرا ما تلقون شيف يعطي كل خبرته للناس مثل شيف بكر تحياتي لك تحياتي دا يجي هنا دا يشتغل كل شيء اللي يشتغله هو ويبيعه للناس ويشتغل اجى انطاكم اياه هنا بكل وضوح لا غير ولا جاب شغله هيك ولا هيك لا نفس الشغل نفس الشغل جابه واشتغله طبعا هسه راح تجي طلبات عليك اكو صواني تسوي بالبيت اعتيادي؟ اي خالد اوكي يعني خاف احد يريد شيء عمود انطيكم رقم شيف بكر تتواصلون وياه وتطلبون شنو تريدون منه. هنا تصب هذا هذا الدجاجيك اللي عندنا ننزل هذه صار كامل مسحنا نجيب جبنا هنا شوية هنا خلينا خلينا أشيل هذا النعناع الباقي هنا زين شيف هسه راح أسوي قلبي شيف زيتها الذب الدهن اللي عندك تمام هي ما بيها دهن خطية ليش هيك اشتغلوا براحتكم انتو أنا هم دادي رجل الزيتون شوية ما أوكي عندك تمام أوكي تمام هسا إحنا راح تبدي من شلون نخلي الدهن ينزل بين كل شيف أنا نوبات كنت أسويها على الطباخ اعتيادي تمام كنا نسوي نوبات بقلاوة أو شيء لما نغرقها بالدهن هواي نخليها على الطباخ بتركيا ذات كذا يشتغلوها على الطباخ اعتيادي هذا الموضوع انه مو فرن لا لا ما يصير لا ليس اكو نوعيات كنت اشوفهم يشتغلوها يجي يشتغلوها على الطباخ ما يشتغلها في فرن يعني الشغل ما تنصح بيه ليش انا اقول هذا الشيء شيء اكو بعض ربات البيوت خطيه ما عندهم فرن لا ما تنشغل ما يشتغل الا اوفن هذا النوعيه من البقلاوه ضروري جدا واكو نوعيات هوايه نوبات يشتغلوها اعتيادي بس اخليها بالفرن مو قليل دهن هذا لو بعد لا تمام لا ما يصير قالوا شيف بكر الحراره 180 وراح تكون على الوسط اكيد على الوسط راح نخليها هنا شيف ايش قد المده راح تاخذ عندنا بعد اول 25 دقيقه الباب يعني ما ينفتح ورا 25 دقيقه نضل احنا اول 25 دقيقه اول 25 دقيقه الباب ما ينفتح نهائيا بعد ال 25 دقيقه نبدي نفتحها اعتيادي ونفر بيها تمام شيف كملت هسه انت اي تمام اشتغلاني اشتغل اني اوكي هسه عندنا التمن كمل ريش هنا خليه نقلب التمن هذا صار جاهز عندنا التمن هنا تمن وجاجيك تخلصون شويه ورا ضربون بقلاوه واطيب بقلاوه من ايد شيف بكر ناهم اللحم والبصل وهالمواضيع اللي عندنا شيف أنا أفرغ لك الطباخ خاف تشتغل بالشيرة بس الشيرة أوكي خليك يا عنا لو قبل راح تشتغل مباشر
اخي شوي على النار، شوي نخليه على النار. تأمر امر شيخ. اشكرك شيخ حبيبي. لا عمري انت. اوكي دائما نقول لكم احنا انه اي احد، اي ربة بيت، اي احد يحب يشتغل يحب يجي يمنا بالبرنامج يشرفنا باي وقت يراسلني او يراسل يعني البيج اللي هو شيف عرفان راموس بالانجليزي او مطبخ مع الشيف عرفان على الانستغرام. راسلوني اي احد يحب يشرفني، اتشرف بكم تكونون ويانا في اي يوم. دائما عودتكم الرشيد انه هي فاتحة ابوابها لاي احد من كفاءات. شوف هذا قهر هسه تدسي والله ناس ناصيان. الله الله ما دام تركيسه وما لك. الله الله شايلهم. عاشت ايدك ويدي. عاشت ايدك ابويا انت. لا هذا هم خلينا نشيله. نرفع البصل، نرفع طحين جورجيه. والله انت بطل العالم، مخرج دا يتغزل بيك. العفو. والله العظيم دا يتغزل بشغلك. عاشت ايدك يا بطل. سبعة الشيرة الضيفة انا خليه امسح لك اضف لك هاي غسلتك اياها وانت بعد اعزف براحتك قلبي انت. اي عمري. يلا شيف عمود ندير الشيرة وراها نختم هيك فد كلوزة حلوة. الله 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 تخبل تخبل مثلك ومثل شغلك يا شيف. الله يوفقك حبيبي انت. الله يوفقك. بطل عاشت ايدك شيف. خليها دقيقة واحدة نشيل هذا منه خلي نشوف حبيبنا واخونا علي هنا. اوكي علاوي اوكي خليها لنا بهالشكل هذا. اوكي شكرا لك شيف بكر، شكرا على جيتك. شكرا لك استاذ فدوى. اروح لك انا اخوكم دائما بخدمتكم باي وقت. شكري امتناني للشيف بكر، شكري امتناني كل فدوى اروح لك، شكري امتناني كل الكادر الموجود وياي، شكري امتناني لكرم متابعتكم. انتظروني غدا بحلقه جديده وشغل جديد في مال الله.